الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى تعليق على مختصر الشيخ الأخضري مع أحكام الوضوء. زيد سيدي يقول فضائله التسمية. التسمية، قل التسمية من مستحبات الوضوء، أن يقول المسلم في أول وضوئه بسم الله، وقد رويت في ذلك أحاديث لا تسلم مما قال، وهذا يصلح مثالا لعمل الفقهاء بالضعيف في فضائل الأعمال على القول بأنه ضعيف بطرقه كلها. وغير خاف عليكم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، الجمهور على جواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وبعضهم يحكي الإجماع على هذا كالإمام النووي رحمه الله، والتحقيق أنه لا إجماع، وقد خالف في ذلك عدد من الأئمة كالإمام ابن حزم رحمه الله. ابن حزم لا يرى استدلال بالضعيف في الفضائل، وكأبي بكر بن العربي رحمه الله، وعدد. فالمسألة خلافية، وعندنا قول ثالث في المسألة، وهو الاحتجاج بالضعيف حتى في بعض الأحكام التي لم يرد فيها إلا ذلك الدليل الضعيف، ويروى هذا عن أحمد بن حنبل رحمه الله، كان يقول العمل بالضعيف أحب إلي من الرأي. واختلف الحنابلة هل يريد بذلك الضعيف الضعيف، أم أنه يريد بالضعيف ما كان حسنا لغيره. لكن القول بأنه يريد الحسن لغيره مشكل جدا. كنت قد سألت بعض المحدثين في سفرة، فذكر هذا البحث، فقلت لو كان يريد بالضعيف الحسن لغيره العمل به واجب، ولا يقول أحب إلي من رأي، يلزمه العمل به لأنه ضعيف باعتبار أصله، لكنه ارتقى إلى درجة القبول فسلم لي الإشكال، سلم الإشكال. فلعله نقول الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا وتلقته الأمة بالقبول، كما في هذا حديث تسمية مثلا، وهكذا، أو الحديث المتردد فيه حتى وإن حسنه بعض أهل السنة لكن بقي فيه ذلك التردد. فالمسألة خلافية وشهيرة، والذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه تلميذه السخاوي، وقبول العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بشروط: ألا يكون الضعف شديدا، وأن يدخل تحت أصل عام من أصول الشريعة، وأن لا تعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعمل به على جهة الاحتياط، إذ من المحتمل أن يكون ثابتا، لأن مسألة التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية ظنية وليست قطعية، هذا في الغالب، في الغالب، وإلا قد يعرض لها ما يعرض. لكن في الأصل التصحيح والتضعيف يدخل أحاديث الأحد، وياك مسألة اجتهادية، يقول العراقي في الألفية هو بالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد إلى آخره. يقول في طلعة الأنوار في هذه المسألة: واحتج فعل أمر من احتج يحتج، احتج أنت، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت الشامل وعدم العزو إلى من ينتقى وفيه نقل أو فيه منع وجواز مطلقا، وفيه منع كما لابن العربي ولابن حزم، وجواز كما روي عن أحمد وغيره.
لكن الحق يقال أن هذا الحديث تعضد بمعضدات خاصة ما جاء عند البيهقي. المهم عامة الفقهاء على مشروعية التسمية. زيد. والسواك. السواك مستحب كذلك، وبعضهم قال بأنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأنه وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في رواية مع كل صلاة، الحديث الموطأ في الصحيح، في حديث آخر عند كل وضوء، حديث علي. فالسواك مستحب ومحله عند الوضوء أو قبيل المضمضة، يستاك ثم يتمضمض، والأصل أن يكون بعود الآراك وسائر الأعواد المطيبة للفم، ولتتجنب العيدان الضارة. والفقهاء هنا يفيضون في ذكر العيدان التي تضر بالأسنان وتوجب الحفر، تتسبب في الحفر ومرض يصيب اللثة وهكذا. المهم عود الأراك هو ما يقوم مقامه، فرشاة الأسنان قد تقوم مقام السواك في بعض الأحيان لمن عدمه وهكذا. المقصود نظافة الفم، وقد قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا حديث عظيم، مرضاة للرب، الله يرضى لعبده أن يستاك وأن ينظف فمه، فدل ذلك على أن نظافة الفم مقصودة للشارع، يريد الشارع الحكيم، يريد رب العالمين سبحانه وتعالى من عباده أن يكونوا طاهري الأفواه، يريد هذا، يريد لهذه الأفواه المؤمنة أن تكون أفواها متعطرة، أن تكون أفواها مطهرة. هكذا هو فم العبد المؤمن يفوح منه الطيب، فهذا بعد جمالي عظيم في الإسلام. الله يريد من العبد المؤمن أن يكون فمه طاهرا نقيا، وإن الإنسان يناجي غيره ويكلم غيره فلا يليق به إلا هذا. وبعض الناس يتساهل في هذا المعاني ويتوهم أنها ليست من صميم الإسلام، والحقيقة أنها من صميمه وجوهره ولبه ولببه. سواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويكفيه فضلا وشرفا أن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حرص عليه في آخر لحظات حياته قبل أن يلقى ربه ومولاه، وكان قد اشتد عليه المرض، فدخل عليه عبد الرحمن وهو في بيت عائشة، تقول عائشة فأبده بصره، يعني أخذ ينظر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان قد أثقله المرض فأبده بصره ولم يتكلم من شدة المرض. فقالت السيدة عائشة آخذه لك، قالت فأشار برأسه أن نعم، وقد أثقله المرض عن الكلام صلوات ربي وتسليماته عليه. فهذا من شواهد فضل السواك، أن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل هذا السواك آخر عهده بهذه الحياة حتى يلقى ربه وهو طاهر الفم عليه الصلاة والسلام. قالت فأخذته وقضمته وطيبته ثم دفعته له فما رأيته استاك كاستياكه ذلك اليوم، وبالغ في تطهير فمه الشريف، وفمه طاهر عليه الصلاة والسلام. فوه أطهر الأفواه، ومع ذلك حرص على هذا التنظف والتطهر والتجمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والإنسان يناجي ربه في الصلاة، لكن استحضر هذا، يطهر فمه لكي يناجي المولى سبحانه وتعالى. زيد.
والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين. والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، لأن غسل الوجه واجب وغسل اليدين واجب كذلك، لكن القدر المجزئ هو الغسلة الأولى بشرط الإيعاب والإحكام. فإذا كانت الأولى موعبة محكمة صارت الثانية والثالثة مستحبة، وأما إذا كانت الأولى غير موعبة فتصير الثانية واجبة، لأنه مما لا يتم الواجب وإلا به، وما لا يتم الواجب وإلا به فهو واجب وهكذا. فيجوز للمسلم أن يكتفي بغسلة أولى، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه في الصحيح أنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وثبت عنه توضأ مرتين مرتين كما في البخاري من حديث عبد الله بن زيد، وثبت عنه توضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان. لكن الفقهاء ينبهون على أن الاكتفاء بالمرة إنما يكون لعالم بالأحكام الذي يعرف أحكام الوضوء حتى لا يتساهل فيها. وكرهوا واحدة في الغسل لا لعالم كذا في النقل، أما الجاهل ولا العام مسكين لما قراش من أحكام الوضوء نقولوا لا ثلاثة، خشية أن يخل بوضوئه. فإذا كان يعرف الأحكام خلاص، ولذلك الواحدة مجزئة بشرط الإعاب. زيد. والبداءة بمقدم الرأس، هذا من المستحبات لأنه هديه صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء سوى والتحقيق وعدم التسوية، حديث المسح أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، هذا صريح. فالبدء بمسح الرأس من مقدمه هو المستحب. زين. وترتيب السنن، ترتيب السنن فيما بينها مستحب، ترتيب الفرائض السنة، أما ترتيب السنن فيما بينها فهو مستحب، هو دون الأول لثبوت التنكيس فيه، إن كان في سنده مقال كما عند النسائي وغيره ثبت فيه التنكيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه. زيد. وقلة الماء على العضو، السنن فيما بينها بمعنى يعني تقديم المضمضة على غسل اليدين إلى الكوعين مثلا، هذا فيه مخالفة لمستحب وليس مخالفا للسنة. زيد. وقلة الماء على العضو، وقلة الماء مع الإحكام كما قال، قلة الماء تقليل الماء من المستحبات، والتقليل ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود هو الاقتصاد في الماء، واضح؟ يعني أن يستعمل المسلم من الماء ما يكفيه، فالرجل البدين قد يحتاج من الماء ما لا يحتاجه النحيف، فلا يوجد قدر محدد خلافا لابن شعبان، ما كانش صحيح. جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، كحديث أنس صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالخمسة الأمداد ويتوضأ بالمد، مد المد ملء اليدين ملء الكفين المتوسطتين غير المبسوطتين ولا المقبوضتين، هذا هو المد، مد كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الاقتصاد في الوضوء، الاقتصاد في الماء. وهكذا في غسله الشريف عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة صحيح، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق، سئلت عن مقداره فقالت ثلاثة آصع، يعني 12 مد، تخيل 12 غرفة يكفي لي غسلين، عجيب، هذا علو في البركة، البركة المحمدية بلا شك. فالمهم الشاهد أنه كان عليه الصلاة والسلام يقتصد في الماء، وقد أخبر أنه سيكون في آخر الزمان أقوام يعتادون في الماء والدعاء، ولذلك الاقتصاد مستحب وقد يكون واجبا في بعض الأحيان، كأن ينعدم الماء أو يقل في الناس ويكون الإسراف في استعماله مضرا بالأمة، أنا يقول الاقتصاد واجب، لكن في حال السعة الاقتصاد مستحب، فيجمل بالمسلم أن يقتصد في وضوئه. نعم. زيد. وتقديم اليمنى على اليسرى،
يبدأ بميامنه قبل ميسيره في الأعضاء المزدوجة كاليدين والرجلين، وأما الأعضاء الأحادية فيغسلها من أعلى كالوجه مثلا، يبدأ من أعلى ويغسل. أما الأعضاء المزدوجة كاليدين فيغسل اليمنى قبل اليسرى، وكذلك بالنسبة للرجلين. وما يمكن فعله في وقت واحد يفعله كالأذنين، يمسحهما مرة واحدة. الأعضاء المزدوجة كاليدين والرجلين، أما الأذنان فهما من الرأس فيمسحهما مرة واحدة. وأصل في هذا حديث عائشة رضي الله عنها صحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. زين. ويجب تخليل الرأس. شوف، هو على كل حال ويبدأ بما يمينه قبل ما يسره. هناك تفصيل يذكره الفقهاء في الإناء. قالوا إذا كان هذا الإناء واسع الفتحة استحب جعله على اليمين تسهيلا للاغتراف منه، وإذا كان ضيقها ضيق الفتحة استحب جعله على اليسار قصد الصب على اليمين. وهذا تدقيق يتعلق بآلة الوضوء فقط لبيان ما يحصل به فضيلة ما تحصل به فضيلة التيامن. نعم. زيد. ويجب تخليل أصابع الرجلين. ويجب تخليل إيش قال؟ أصابع الرجلين. ويجب تخليل أصابع الرجلين. أصابع الرجلين. شو اللي عنده ذكاء عارضة النسخ؟ رجلين. زيد كمل. ويجب تخليله. ويجب تخليل أصابع الرجلين، ويجب ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة. أيوة زيد. ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. زيد. خلاص. اليدين يمشي رجل. شوف، إما يندب تخليل أصابع اليدين ولا هو على كل حال. شوف. يمكن أن شكون عنده نسخة مخالفة لهذا؟ أيوة. للمحقق وش فيها؟ اليدين. ايه، هو على كل حال بعض المواضع في الأخضر فيها الخلاف في النسخ، وكل محتمل. الذي يقتضيه السياق انه يتكلم عن المندوبات، وتخليل أصابع الرجلين في المشهور مندوب وليس واجبا، فلعله قال يجب بيانا للاختيار، أنه يختار أنه واجب وإليه رجع مالك. هذا لعله أدق. هذا تاع الشيخ عبد الله. هذا أدق. شيخ النسخة الحجرية نفسها. نفس هذه. وكيفاش نديروا بركة؟ أو يقول النسخة الحجرية. شوف، هو المعتمد والمشهور. المعتمد. يجب تخليل أصابع اليدين ويستحب تخليل أصابع الرجلين، هذا هو المعتمد المشهور. خلاص. فمن وجد في نسخته هذا التقرير فهو تقرير جار على المشهور. تخليل أصابع اليدين واجب قوله، لأنهما من غسل اليدين، أيديكم من المرافق والأصابع من هذه المرافق، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث لقيط بن صبرة إذا توضأت فخلل بين الأصابع، في حديث بين أصابع يديك ورجليك، وفي حديث ابن عباس عند الترمذي إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. فاليدين واضح خلاص، لا بد من تخليلهما. أما تخليل أصابع الرجلين ففيهما الخلاف الشهير الطويل في المذهب. المشهور والمعتمد أن ذلك مستحب وليس واجبا، أنه مستحب وليس واجبا. وقال بعض الفقهاء، وهو قول عندنا في المذهب، أن تخليل أصابع الرجلين واجب كتخليل أصابع اليدين بدليل الحديث إذا توضأت فخلل بين الأصابع فيعم اليدين ورجلين، في الحديث الآخر بين أصابع يديك ورجليك، ولأنه من الأصل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين وما بين الأصابع من هذه الأرجل. لكن المالكية قالوا بالاستحباب فقط، قالوا لأن
أصابع، لأن باطن أصابع الرجلين من الطهارة الباطنة وليس من الطهارة الظاهرة لشدة تلاصق أصابع الرجلين، هذه وحدة. ولأن تخليلهما بالماء قد يلحق بهما ضررا، والشريعة قد خففت فيما هو دون ذلك بكثير. هذا ذكره ابن العربي رحمه الله، قال لك الشريعة خففت فيما هو دون هذا بكثير، فكيف بشيء تتقرح منه الأرجل؟ فبقي التردد. مالك كان يقول في البداية بعدم الوجوب، فجاء في خبر المستورد من شداد الفهري، فلما بلغه حديث كما ذكر ابن وهب حديث المستورد من شداد الفهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويخلل أصابع رجليه بخنصره، راجع إلى وجوبه كما قال ابن عبد البر، راجع إلى القول بوجوبه. فبقي التردد بين الفقهاء. حاصل المسألة أن يقال الأصل هو تخليل أصابع رجلين، ومن يضر به ذلك فلا حرج عليه في ترك الوقت، بس هذا واضح. يخلل والذي يلحقه الحرج ولا عنده تقرح يترك هذا. زيد. ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة. دون الكثيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته كما عند الترمذي ويقول هكذا أمرني ربي. واللحية إذا كانت خفيفة وجب تخليلها، إذا كانت خفيفة بحيث تظهر البشرة تحتها التخليلها هنا واجب قصد إيصال الماء إلى البشرة، لأنه قد حصلت بها المواجهة فصارت من الوجه، والوجه يجب غسله. أما إذا كانت كثيفة كثيرة لا تظهر البشرة من تحتها فهذا يكفي غسل ظاهرها، لأن الواجب هو غسل الوجه، أي غسل ما تحصل به المواجهة، فلا يلزمه التخليل، وإن كان التخليل مستحبا في حق فيلزمه أن يغسل وجهه وظاهر لحيته وأن يحرك ظاهرها حتى يدخل الماء في ثنايا الشعر الظاهر، لأن في الشعر قوة دفع للماء، يغسل ويحركها شوية حتى يدخل الماء في ثنايا لحيته الظاهرة. أما تخليلها فمستحب غير واجب. ومن أدلة عدم الوجوب وضوءه صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وقد كانت لحيته الشريفة كثيفة عليه الصلاة والسلام. زين. ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. أما في الغسل فيجب تخليلها ولو كانت كثيفة، لأن مدار الغسل على تعميم البدن بالماء، يجب أن يعم الماء البدن كله، الجسد والشعر كثيفا كان أو خفيفا. قوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا، تغتسلوا أي يغسل البدن كله. زيد. فصل في نواقض الوضوء. الفصل تقدم معنا تعريفه، النواقض جمع ناقض من النقض، ومادة نقض في اللغة العربية تدور على الإبطال والفك، نقض عهده إذا أبطله، نقض الحبل إذا فكه وحل عقدته. وأما المقصود بالنواقض عند الفقهاء مبطلات الوضوء، ما يبطل به الوضوء، تقول بطل وضوءه يبطل، ما تقولش بطل، بالك تقول بطل، بطل الرجل صار بطلا، يقول لك فلان بطل وضوءه، بطل وضوءه، هذا من لحن الشائع على الألسنة، يقول لك بطل ويعودها، وهذا يعرف تصريف غير يتألم هو يعود فيه يقول له يا أخوي بطل خلاص لقد قتلت التصريف قتله، بطل صار بطلا من البطولة، قل بطل، بطل يبطل خلاص، كما عقله بزفنا يقول لك عقله، كاش عقل عقله كما هذا بنص القرآن من بعد ما عقلوه، وهم يعني عقل الشيء يعقله، نفس الشيء عجز، يقول لك عجزت، خطأ، عجزت معناها آخر لا يليق بالرجل، عجزة له معنى آخر، عجزت المرأة عظمت عجزتها، قل عجز ولا تقول عجز، عجز يعجز، عجز يعجز، قلش عجزة، عجزة هكذا. هذا من
من اللحن الشائع الألسنة. فالفصيح تقول بطل يبطل، بطل وضوءه يبطل. لا إله إلا الله الباقي بلا زوال. فنواقض الوضوء مبطلاته، نواقض الوضوء مبطلاته، أي الأشياء التي إذا وقعت فقد بطل الوضوء. ومهم لطالب العلم أن يعود نفسه التحرز عن اللحن نحوا وتصريفا، عن اللحن في التراكيب واللحن في الكلمات. ولا حرج، لا ينبغي أن تصيبك العقدة. كان واحد زاد معلم جاسد، كل الناس يخطئ ويتعلم، وكان يقول الشيء ثم يقول ويترقى، هكذا يترقى في مدارج العلم. المهم أن تكون عندك هذه الحاسة، حاسة التذوق الفصيح، وتريد دائما أن ترتقي بنفسك في مدارج اللغة العربية الصحيحة الفصيحة. ومما يعين على هذا لمن لم يدرس النحو والتصريف أو لمن ما زالت الطريق أمامه طويلة، أن يقرأ في كتب إصلاح اللحن، لحن العامة، فإنها كتب مفيدة وتعين في هذا. نواقض الوضوء مبطلاته. نواقض الوضوء يقسمها الفقهاء إلى ثلاثة أقسام، إلى أحداث وأسباب وما ليس بهما. نواقض الوضوء ثلاثة أقسام، أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. أحداث وهي التي تنقض بنفسها، أسباب لا تنقض بنفسها لكنها سبب في نقض الوضوء، هي مظنة نقض الوضوء. والقسم الثالث ليس حدثا ولا سببا، وهما الشك والردة كما سيأتي. زين، نواقض الوضوء أحداث وأسباب. فالأحداث البول، أحداث وأسباب، لكن ليته زاد ما ليس بحدث ولا سبب، وما الشك والردة. فالأحداث البول والغائط. الأحداث ما نقض بنفسه، البول ناقض بالإجماع، وكذلك الغائط وهو ما يخرج من دبر الإنسان مما هو معروف، ومادته الخاء والراء والهمزة، ولكن القرآن لم يعبر عنه بذلك اللفظ المستهجن، عبر عنه بالغائط. والغائط في اللغة العربية هو المكان المنخفض، أو جاء أحد منكم من الغائط، أي قصد المكان المنخفض لكي يقضي حاجته حيث لا يراه الناس. هذا من سمو عبارة القرآن الكريم، من سمو عبارة القرآن الكريم. والإنسان يأتي الغائط إما من أجل البول أو من أجل ما يسمى بالغائط. ومن الأدلة حديث صفوان بن عسال عند أحمد أبي داود وغيرهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط أو نوم أو بول. هذا تنصيص على أنها من النواقض. زين، فالأحداث البول والغائط والريح. الريح كذلك، الريح وما يخرج من دبر الإنسان، فإذا كان بصوت فهو ضراط، ومن غير صوت يقال له فساء، وهو ناقض بالإجماع، ناقض بالإجماع. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء وضراط. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين، حين شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. زيد، والمذي. المذي ماء أبيض رقيق يخرج من ذكر الإنسان عند الملاعبة أو التذكر أو التفكر والشهوة وهكذا، ماء رقيق لزج شفاف. والمذي أبيض رقيق جاري عند الملاعبة والتذكار، قال صاحب نظم الرسالة، هذا ناقض كذلك بلا خلاف. والأصل فيه حديث علي رضي الله عنه في الصحيحين، كنت رجلا مذاء كثير المذي رضي الله عنه، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. وهذا من الحياء المحمود،
لأنه حياء لم يمنعه من السؤال. فهو جمع بين طلب العلم وحسن الذوق. إيه؟ بنته تحته، كيف يحدثه عن المذي وبنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تحته. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فسأله عن هذا، فقال اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك دليل على أنه نجس، وتوضأ دليل على أنه ينقض. زين. والودي ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول عادة، سببه احتقان المني، أي خرج بعد البول عادة غليظا، هذاك أيضا من النواقض. فإذا قلنا إنه لا يخرج بعد البول فواضح أن البول ناقض بالاتفاق، وإذا فرضنا أنه قد يخرج مستقلا عنه، أو أن الإنسان بال أجلكم الله ثم توضأ ثم خرج منه الودي فناقض، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن من المذي والودي الوضوء ومن المني الغسل. زين. والأسباب النوم الثقيل. وأما الأسباب فالنوم الثقيل، النوم، النوم ناقض من نواقض الوضوء بالإجماع في الجملة، لكن اختلفوا في قدره الذي ينتقض به الوضوء. النوم ناقض من الأدلة الآية إذا قمتم إلى الصلاة فسرت بأنها قيام من نوم، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي من النوم. والحديث حديث صفوان بن عسان ولكن من بول أو غائط أو نوم، فالنوم متقرر في الشريعة أنه ناقض. قد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه العين وكاء السهي، اللي هو الدبر محل خروج ريح، فمن نام فليتوضأ، هذا صريح، هذا العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. ظاهر هذا أن كل نوم مبطل، فكيف قيد فقهاء المالكية هذا النوم بالثقيل؟ هذا من التخصيص بالعلة. قال لك النوم في ذاته لا ينقض بنفسه، لكن لأنه مظنة النقض، لأن الإنسان وهو نائم قد يخرج منه ريح وهو لا يدري. إذن المدار ليس على النوم، على غياب العقل، لما كان النوم سببا في غياب العقل كان ناقضا. ففرقوا بين النوم الثقيل والنوم الخفيف، واستدلوا على ذلك بحديث أنس في صحيح مسلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينامون حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقاموا إلى الصلاة فيصلون ولا يتوضؤون. فحمل هذا أنها على النوم الخفيف، ويبعد جدا أن يكونوا قد خالفوا السنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، هذا يعني كان أمرا معهودا أن النوم الخفيف لا ينقض، كانت تخفق رؤوسهم ثم يستيقظون فيصلون ولا يعيدون الوضوء ولا الصلاة. فجعل المالكية المدار على ثقل النوم وخفته، وبعض فقهاء الشوافع لاحظوا الهيئة، قال كذا كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، معليش، لكن هذا مشكل في الحقيقة، لأنه قد يخرج منه شيء، قد يتحرك قليلا. ولذلك ضابط المالكية أدق، والله تعالى أعلم، أدق من المدار على الثقل والخفة. فإذا ثقل نومه وأمارة ذلك أن لا يشعر بمن حوله، أن يخاطب فلا يجيب، أن يخاطب فلا ينتبه، أن ينادى فلا يجيب، أن يسيل لعابه، أو أن تحل حبوته، أو أن تسقط سبحته، أمارات ذكرها الفقهاء تدل على أنه إذا وقعت في هذه علامة على أنه قد ثقل نومه وغاب عقله. أما إذا كان إذا نودي أجاب، وإذا نبه بأن تنبيه تنبه وهكذا، فهذا ليس بنوم ثقيل. فالمدار عندنا على الثقل والخف. النوم الثقيل هو الذي يبطل الوضوء ولو كان قليلا، انتبه، فرق بين الخفة والثقل والطول والقصر. المدار احنا عندنا الثقل من عدمه، النوم الثقيل يبطل ولو لحظات، والخفيف لا يبطل ولو لساعات، خلاص ساعات ولكن منتبه. لكن في المشهور إذا طال الخفيف ندب الوضوء احتياطا، وندبا يطل كما سأتيكم في البشار في خليل كذلك. فإذا طال ندب، إذا طال الخفيف
ندب من باب الاحتياط. زيد. والإغماء. الإغماء ذهاب الحاسة، حاسة الشعور والحركة، هذا فيه ذهاب العقل ينتقض وضوءه بالإجماع، إنه مظنة وجود الناقض. زين. والسكر. السكر الشدة المطربة بخمر ونحوه. السكر شنو هو؟ شدة مطربة تطرب صاحبها، عافانا الله وإياكم من السكر، ما نقدروش نصورها لكم، أنا خاطينا لكم. يقولوا الشدة